مرحبا جميعكم وأهلا بكم في كتاب الطبيعة. يتعلق هذا الكتاب بعالم الحيوانات، وفي كل فصل سيخبركم السيد دب قصة عن واحد منا. ابقوا معاً يا صغار ولا تضيعوا، سيكون اليوم حافلاً. أنتم مستعدون؟ أجل أمي. أي أسماعي؟ هيا. سيأتي لنا السيد دب قصة جديدة اليوم. إننا متحمسون. آمل أن يتكلم عنا. نعم أجل. قصص الدب مثيرة للاهتمام دائما. أنت محقة. مثيرة للاهتمام مثلنا. آمل أن يتكلم عنا. وأنا أيضا أريد أن يتعلم الأولاد عن الحيوانات المفترسة. كف عن القفز. هيا. حسناً، أرى أنكم جميعكم هنا. اليوم فتح كتاب الطبيعة الجميل. اليوم سأخبركم عن قصة صغيرة عن كوكر سبانيل. فلنصعد. هيا. هيا إنه يقترب. إذن علينا أن نحتال على الذئب. وكيف نستطيع ذلك يا صديقي؟ يجب أن نتمرن حتى نصبح بقوة هيركليس. أنت محق. بما أننا قمنا بالتحمية سنبدأ بالتمارين الجدية. والآن سنلقن الذئب درساً. ليس قبل أن نصبح جميعاً أقوياء، فالخنزير لا يتمرن. هاي انظر إنه هناك. تعالى لنمازحه. لما تمزحون معي الآن فيما كنت أجمع بيض السمان؟ لنجمع البيض أيضاً، أنا أحبه كثيراً. عليك أن تقوم بالتمارين. إنك تسمن. أنت مخطئ. أنت منعدم القوة، يجب أن تتمرن، صدقني. حقاً؟ أتعلم؟ سأستمر في الأكل بشراهة حتى أصبح كبيراً، فلا يجرؤ الذئب على مهاجمتي. ولكن عليك أن تكون سريعاً في القفز. ماذا قلت؟ هل تنوي الاستمرار في إهانة مظهري؟ قفزة واحدة لن تعطيك اللياقة.
وهل يجب علي أن أطير كالعصفور؟ نحن سنريك ما هي نتيجة التمارين البسيطة. أرأيت ماذا تؤمن اللياقة البدنية؟ هكذا سنتمكن من هزم الذئب، وأنت أيضاً. مهلاً، إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب لكي آكل. هيا نقصد صديقنا، لعلنا نستطيع جعله يحرك جسمه. اخرج يا بوركي، لقد احضرنا بعض المعدات حتى تتمرن معنا. هذا سيفي بالغرض. سنمرنه على رفع الأثقال. فلنضع الأرجوحة. هيا، انتهيت. ستحمل هذه الأرجوحة صديقنا بوركي، وبفضلها سيستمتع في الأكل بغية تكبير حجمه. أجل، أنت محق. لما كل هذه الصخور هنا؟ مرحبا يا رفيقي. انظرا إلى حجمي. بطنك كبير. هل أنت بخير؟ على الأقل لم يؤذي شيئا مهما. ما حصل يثبت أن طريقتي أفضل من طريقتكم. لو لم تكن بنيته قوية لكان تأذى. نعم، أنت محق، فلنعد إلى أعمالنا، لا وقت للهدر. هيا بنا. متباهون. لن يتمكن الذئب من أذيته أبداً. حان وقت القيلولة. حذاري الذئب. لن تهرب مني. أنا لا أنوي الهروب. هل تتحداني؟ وحش الغابة. ماذا يجري هنا؟ هي رحل.
يمكنك الخروج الآن وأحضر معك بيض السمان. أرأيت ماذا سببت لك تمارينك التافهة تلك؟ لقد تغلبت على الذئب بفضل عضلاتي. آمل أن تكون قد تعلمت درساً. النظام الغذائي الصحيح أهم بكثير من التمارين. كانت ضربة حظ عندما هرب الذئب. علي أن أكون جاهزاً لمواجهته عندما يأتي. هاي أحسنت. سنتغلب على ذاك الذئب بالتأكيد. أنا متأكد من أنه سيعود. كفى، لما تحدث هذه الجلبة؟ أريد أن أنام براحة. حلفك الحظ عندما أخذت الذئب، ولكن الآن عليك أن تحسن لياقتك البدنية. لن أفعل ذلك. لم أبلغ بعد 100 كيلوغرام، يجب أن أزيد وزني. بعد كل التمارين أصبحت بنيتي الجسدية أقوى بكثير. جيد، لن يجرؤ أي ذئب على مواجهتنا مهما كان قوياً. سنهزمه في ثانية بفضل قوتنا. أين هو الحمل؟ ها هو، لا يبدو بحالة جيدة. لقوته. اسمن لتصبح قويا. يبدو أنك محق. سأثمن أكثر إن تناولت مشروبا دسما. إذا تحداك الذئب ستنال أنت منه. لن يعرف ماذا سيحصل به. المنظر الجميل، أنت السبب في هذا. أجل، ارتأيت أن بوركي لن يهدر وقته عبر تجميعها بنفسه. قل لي، كم تزن هذه الصخرة؟ 20 كيلوغراما. حسناً، اصعد فوقها. أنا؟ أنا أثقل منك أنت والصخرتين. انتهيت. وزن الصخرة 120، وأنت وزنك كم؟ 30 تقريبا. أجل، 150 كيلوغراما. ما زال أمامي الكثير من الأكل حتى أبلغ 200 كيلوغرام.
أعرف حقلاً مليئاً بالتفاح. ولما لم تقل لي من قبل؟ هيا بنا. إنه باركي. لقد كبر حجمك. وزنه 150 كيلوغراما. لقد بحثنا عنك في كل مكان لأنك لم تأتي إلى التمارين. أين كنت؟ كان معي فهو لا يحتاج إلى تمارينك التافهة. أين كلبنا الصغير؟ هل هو مختبئ؟ أوه لا، لقد أمضى الليلة يتمرن وجمع لك التفاح البري حتى نأكله معا، والآن ذهب إلى البحيرة ليصطاد. لقد فعل شيئا ذا منفعة. تفضل. كف عن تناول الطعام وإلا لن تتمكن من النهوض. أخبرني، ما الذي يخولك أن تنصحني وأنا أخفت الذئب؟ أرجوك ارحمني. اصحى. اصحى. لكن لا يمكنك إيذائي. الذئب يهاجم باركي. لا، تحرك. الآن ستنال حتفك. ها أنا ذا. أنا هنا أيها الغبي. شكرا لك، أنقذتني. أنا أشعر بالعار. آمل أن تكون قد تعلمت درسك.
أجل، علي أن أتمرن جيداً. لن يغلبنا أحد إن تمرنا جميعنا، فلنتذكر دائماً أن نبقى متحدين، فهذا ما سيبقينا في أمان. والآن هيا بنا نبدأ في التمارين لحرق الدهون. أؤكد أنني لن أكل بشراهة بعد الآن ولن أفوت أي تمرين. هيا بنا. واحد تلو الآخر. هيا هيا. كوكر سبانيل. إلى أي فئة من الحيوانات ينتمي الكوكر سبانيل؟ الكوكر سبانيل هو نوع من الكلاب، إذن هو ثديي ينتمي إلى آكلي اللحوم، إلى فصيلة الكانيداي. كم نوعاً هناك وأين تعيش؟ ينتمي هذا الكلب إلى فصيلة واسعة من كلاب الصيد، وهو يتميز بلونه المتموج وملمسه الناعم وأذنيه الطويلتين المتدليتين. كيف يعيش؟ رغم كونه في الأصل كلب صيد، بات يعتبر هذا الكلب في أيامنا كلباً مرافقاً للإنسان بسبب شكله الجميل وشخصيته الساحرة. كيف تتحرك؟ هذه الكلاب حيوية نشيطة ولا تتعب بسرعة، وإذا أخذت إلى الصيد يخولها حجمها المتوسط من أن تعبر الأماكن الضيقة. ماذا تأكل؟ تأكل كل ما يأكله البشر، نظامها الغذائي الأساسي يضم اللحوم والخضر والحبوب. كيف يحمي نفسه؟ هذا الكلب حيوان ودود ولعوب، إذا ما هوجم يلجأ إلى الهروب ركضاً ليحمي نفسه. كيف يتفاعل مع البشر؟ بطريقة ممتازة. معظم محبي الكلاب يقولون إن الكوكر سبانيل هو أكثر الكلاب وداً ويحب كثيراً. إضافة إلى ذكائه المعروف وطبيعته المؤنسة والمحبة، يشتهر هذا الكلب بوفائه، ولذلك يعتبر كلب حراسة من الدرجة الأولى. هل يستطيع العيش في المدينة؟ أجل، هذا النوع من الكلاب يتأقلم بسهولة مع حياة المدينة. هل تعلمتم جميعكم الدرس؟ المغزى من هذه القصة هو أن التصرف بعفوية دون تفكير يسبب المشاكل. أوه، انظروا من أتى.